Romel! شايفين هون نحن بساحه عيد الحمد لله والاوضاع هيك كلها تمام، بس اللي ضارونا انه هيك الدواعش القنص، يعني مثل بنبونا انه اليوم الصبح ما نروح المقابر لانه مخلوصه من قبل الدواعش. الحمد لله انه فينا امنيه عم تحمي الاطفال بالعيد وتامن لهم الامان الحمد لله رب العالمين. وهل يلدك كلها بخير وعم نلعب بالمرجيح ومبسوطين كثير.